انت هتسرق ورد؟ على فكرة يا هاني ده ورد مش بطاطا، على ورقة الجنون دي. الله بالخير. اهلا وسهلا يا فندم. حياك الله. اهلا وسهلا. ابي اعرف غرفة الفنان احمد فهمي. وانا ابي فوق الشجرة. لا تؤاخذه، يعشق الكوميديا، نسميه عندنا الخليج كوميدي. هو في الدور ال 23 غرفة رقم خير يا فندم؟ لا كنت هقول رقم كام؟ رقم. ايوه بس انا كنت عايز اتشرف بحضرتك. تتشرف بينا. اني الا اني اسمها اني انا 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 الامير محمود سليمان امير نزلة السمان، وهذا شيخ العرب همام. ايوه طب ما تقول له ايه. طب بص دي ايوتش ايوتش ايوتش، معنى هدية من امنا الشيخة نعسانة، نبي نعطي هذه الورود النادرة الوجود للفنان أحمد فهمي. وهي فين يا فندم؟ هي معاكوا هنا؟ يقول لك الأميرة نعسانة. نعسانة نعسانة كيف تسوي نعسانة؟ طيب ما فيش مشكلة، هيكسبها لنا وإحنا هنوصلها. نسيب الورود هنا يصير هذا؟ والله ما يصير هالكلام. ما يصير. ما يصير هالحكي. ما يصير، تبوظوها، هذه ورود رقيقة تحتاج معاملة. طيب هستأذنكم بس أسأل المدير وأجي أرد عليكم. أخويي تشيك مع المدير. تشيك تشيك. هيا ايه رايك؟ ايه رايي ايه خيو؟ انت بتقول ايه؟ ده مش خليجي. ده خليجي 100 100. احنا ما بنقولش خليجي، ما تكذبش على ده. خليجي والله يا ابني، انا 7 سنين في جامعه الدول بلقط الخليجه واقعد اتكلم معاهم ودي ودي ودي. انت بتلقط ناس كتير فبتقول كله مع بعضه فخفخينا. طيب ما احنا كنا بنقعد عند فرغالي بشوفهم هناك. انا اسف جدا يا سمو الامير، مش هقدر اديك رقم غرفه الاستاذ احمد فهمي. كافي ما تسوي رقم احمد، عايز ابقى الحقيقه. نعم المدير قال لك مو يصير. الحقيقه قال مو يصير. هو المدير خليجي حبيبي؟ أكيد ما قال لك مو يصير. كيف؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحيتنا هي السلام كما ترى. كان يا مكان، يا سعد يا إكرام، معك الأمير فلان ابن علان. لا ده أمير في ألف ليلة وليلة. لا، في مملكة كليلة ودمنة. ابن الأميرة ندمانة بنت علانة. ندمانة بعد ما جابتك طبعاً. ندمانة من ساعة ما اتزوجت أبي. وخليك في حالك. معي ورود من أجود وأنظر أنواع الورود والزهور، أبي أن أعطيها للفنان أحمد فهمي. خويي المدير قال مو يصير. ليش ما يصير؟ مو يصير، وبعدين إحنا جايين الأول. شنو جيت الأول؟ أنا جاي بعدك وأخدش قبلك. كيفتش؟ كيفتش؟ يا أخي أرحمكم الله. كيفتش؟ أعدي أعدي يا أخي. خد علاج. مو ينفع يومو يصير وإحنا جايين الأول وبعد عننا يا قاطع الطريق يا وجه الكنجرو. أنا وجه الكنجرو؟ إي نعم. وتضرب الكرش؟ نعم. هذه إهانة ما يمحوها إلا الدم. إلا الدم؟ نعم الدم. وين؟ خذ سلاحك. وينو؟ خذ سلاحك. العزة لنا ولا عزة لك. والسباب. يا 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 جماعة يا جماعة من فضلكم اتخانقوا على جنب شوية. احنا مو نتخانق، احنا نتعارك. وايش دخلك انت؟ طب معلش اتعاركوا على جنب شوية. احنا مو نتخانق، احنا نتعاتب. نعم. طيب معلش اتعاتبوا على جنب شوية من فضلكم. نتعاتب على جنب، نتعاتب. تعالوا نتعاتب خلف الجبل. هيا بنا خلف الجبل. هيا بنا. أين الجواب؟ منك لله يا شيخ، بوظت لنا المصلحة. مبسوط دلوقتي عم ضحي؟ ضحي؟ انت ايش عرفك ان انا ضاحي؟ يا سلام يا اخوي. انت حويت انت قوي يعني يا ابني؟ ما انت زي ما انت، شنبك هو هو وشعرك هو هو وادائك هو هو، البورسعيدي زي الخليجي. لا ما شفتنيش في الصعيدي والحجاله اجنن. ما شفناش يا سيدي. بصوا بقى من الاخر، انا عارف ان انتوا جايين عشان خاطر العدد، وانا كمان جاي برضو عشان خاطر العدد، فناخد العدد وبعد كده نتصافى. طيب وانت هتعرف رقم الاوضه منين؟ دي شغلانتي انا لا مؤاخذه. طب ولا مؤاخذه، احنا ايش ضمننا الكلام اللي انت بتقوله؟ يعني لما نجيب العدد مش تاخده مننا زي كل مره؟ حاضر خلاص، خشوا انتوا الاوضه وجيبوا العدد وخلوه معاكم، وبعد كده هيبقى يحلها ربنا. طيب ماشي، ممكن نتكلم خليجي شويه عشان ما نتفقس؟ عشان انا حاسس ان احنا من سينا مش من الخليج. خلاص نغني اغنيه خليجي لحسين الجسمي. اما براوه براوة، أما براوة دور حبيبي طراوة آخر طراوة. قلت حبيبي ملانة عطشانة يا أنا.
بوب انا سبونج بوب انا سبونج بوب سفنجة ودلوني انا سبونج بوب انا سبونج بوب انا سبونج بوب اصفر كموني انا سبونج بوب. الفراشة البيئة دي ده لو كان الواد هاني هنا كان زين العيد ميلاد ده حلاوة. والنبي يشري هنا اسكتي انتي وهاني بتاعك ده. الواد وانا بكتفه ايديه اتحشرت في زوري. وانت اللي كنت عمال تعضني؟ يخرب بيتك. هو انت معلش معلش بس الحمد لله لبس الواد قضانا احنا الثلاثه. اه عملنا كوي بيست. شيرين ها عم دهب قاعد هناك فين؟ اهو هناك اهو هار السويت. طب الدهب بقى لحسن يعرفنا ايه اللي جابه ده. بصوا بقى ادي كشف بارقام الغرف واسامي الناس اللي نازله فيه. ثانيه واحده معلش المدام ده وقته ده ده وقته. الو يا شوش. اياد يا هاني بقولك ايه خلي بالك عشان عم ده بينا. ما انا عارف ما هو ضاحي معانا. ضاحي ضاحي بيعمل معاكوا ايه؟ الله يخرب بيتك. ما تقلقيش على فكره الواد ده طلع محترم وغلبان وعمال يساعدنا من الصبح. اياد ما هو كل مره بيقولوا كده. اياد ما تقلقيش المره دي امان. يا هاني اسمعني يا هاني ما ينفعش تعمل كده. شفتي بقى هاني اللي انت فرحانه بيه؟ استني بقى دلوقتي يا نيلي بقولك ايه. هو البوفيه هنا اوبن ولا علب؟ علب يعني ايه؟ بوكسس بوكسس. انا اتغيرت انا اتغيرت. بصوا بقى ادي كشف بارقام الغرف واسامي الناس. لا مؤاخذه تليفون عايزين نخلص بقى. الو بقولك ايه خلي بالك نيلي وشريان هنا. اه ما انا عارف ما هو هاني وسيف معايا. معاك بيعملوا ايه يا متخلف انت؟ ما تقلقش ابو الدهب بيه كله تحت السيطره. سيطرت ايه وباب ايه بس؟ الله يخرب بيت مخك. وخلاص بقى يا ابو الدهب بيه. الله هو كل شويه شتيمه شتيمه مفيش حد ولا سكريه. مع السلامه ابو الدهب بيه عشان هخش الحمام. لا مؤاخذه يعني مزنوق. مع السلامه مع السلامه. يا ساتر قال لك خلي بالك من هاني وسيف. اه بصوا بقى ادي كشف شتمك. قال لك ايه؟ انا متخلف. طب عادي يا عم. بصوا بقى ادي كشف ارقام الغرف. ما خلاص يا سيدي عرفنا. طب ادي الماستر كي اهو. ماشي الاوضه رقمها 2305. طيب ده بقى انا اخربش الكارت يطلع لي رقم ادخله على الباب يفتح. دخله على الباب ايه ويفتح ايه يا ابني؟ انت بتقول ده المفتاح. افتح يا جماعه انتوا هتروشوا. يا ابني ده المفتاح الممغنط. الايه ممغنط؟ طب خليه معاك انت. في ايه ده ممغنط؟ ما انت عيل ممغنط فخليه معاك انت احسن. يا جماعه ما تمغنطوناش بقى. خشوا انتوا الاوضه سلكوا العدد وانا هقفل لكم بره نادوري. لو حد جه هخبط واجري. ايه المعيله دي؟ ايه ده انت وانت صغير كنت تطلع عماره وتقوم مخبط على الباب ده وتجري تجري تخبط على الباب التاني وتجري والجيران يطلعوا يفكروا ان هم اللي خبطوا على بعض. اه انت كنت بتعمل كده. ايوه صح. وكنت برمي بومب على راس الناس في العيد. انا كنت اتف عليهم. والله العظيم انت كنت بتعمل كده برضه تخبط وتجري. لا انا كنت بروح مع اصحابي اروح ارن الجرس صحابي يجروا وانا ما بلحقش اجري بقى. اه كنت انت اللي بتلبسها. ايوه كنت بروح موجوع بس مبسوط. موجوع بس مبسوط؟ مش بقول لك علم مغمض صدقتني. ما هو صاحبك انت وصاحبي انا. يلا بقى خش وسلكوا العدد بسرعه. ماشي بقول لك ايه وانت صغير كنت بتجيب سلك المواعين تولع فيه وتعمل كده اهو. اه واجيب بصمان صلب كده واجرح بيه عربيات الناس كده. كنت مؤذي. ايوه مجرم مجرم. خلاص بقى خشوا بقى يلا سلكوا العدد بسرعه قبل ما نتكشف. يلا يلا يلا. عارف انا هاني وانا صغير كان ليا واد صاحبي بيجيب بيرسول ويجيب ولاعه كده ويطلع نار جامده جدا اقسم بالله بجد وحياه ربنا ده واد رهيب قوي.